التهديك المغربي في جل الميادين ليس على علم على الأسعار، سواء تعلق الأمر بهذه المادة وتلك، ولكن بما أننا نتكلم عن البنزين المواطن كذلك ليست له دراية بالأسعار المتواجدة في مختلف المحطات. سنساعد المواطن إن شاء الله ابتداء من سبتمبر أن يتعرف على الأسعار الموجودة في محيطه، مثلا إذا دخل الرباط تكون عنده المحطات الأسعار المحطات كله باش يمشي لديك الرخيصة، مشى لبني ملال يعرف شكون الرخيصة. الآن المواطن مسكين ضاحية ديال عدم المعرفة، إذا تنتحملوا المسؤوليه وان شاء الله غادي نساعدوا المواطن في هذا المجال. غادي تدخلوا في مناقشه مع الموزعين وارباب المحطات؟ ليس مناقشه، هو الحوار لفهم الاشكاليات، لان يلا خدينا تجربه صغيره، نبدا من تقييم هذه التجربه. الناس زربانين دغيا، مازال الموزعين مازال اصحاب المحطات مازال ما اجتمعناش معهم نفهمهم حتى هما اش يقولوا. الناس اللي بعض الوسطاء وغيره خاصنا نحاربوهم. اذا حنا كننظموا السوق، مازال ما منظمش السوق. إذا تنظيم السوق والحمد لله الشركات ظهروا واحد تعاون، أنهم مع هذا التعاون مع الشفافية، وهذا ملي قلت لكم هذا الابليكاسيون غنديروا راه علمنا الشركات وما عندهم مشكل. حتى هما كاين اللي باغي المنافسة، كاين ربما اللي ما باغيش، ولكن هذه المنافسة باتفاق معهم. نعم، الاطمئنان ديال المستهلك فيما يخص المواد اللي مدعمة. المواد المدعمة ما فيهاش تغيير حتى على المدى المتوسط، لان الان مازال ما عرفناش شكون الناس اللي يستحقوا الدعم، لان احنا جايين باش نحسنوا الوضعيه المواطن، ماشي باش نضعف المواطن. اذا انا الا باغي ندعم خاص نعرف ثاني شكون ندعم، باش ما يديوهاش ثاني الاغنياء ودوك الناس الشريحه اللي باغينا ندعم ما يستافدوش. لا، انا باغي نعاون دوك اللي ما عندهم شيء. اذا مثلا البوطه 10 المليار ديال الدراهم اللي غتمشي هذه السنه، وفكر معايا لو انها مشات لجيب المواطن 10 المليار غدعم بها الفقراء، حتى الشركه حتى المقاوله المغربيه تستافد وغادي نحسن الوضعيه ديال الفقراء، ولكن مازال ما عرفناهمش. هذا هو المشكل، اذا خاصنا نعرفوا هاد الناس باش ندعمهم ان شاء الله.